دلوقتي مشاهدينا هنروح لدينا مرة تانية ونتعرف منها على أبرز الأخبار الرياضية. تفضل يا دينا. شكرا لك يا شاذلي. دلوقتي فعلا جه معتنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خاض تدريباته الأول بمدينة العين الإماراتية استعدادا لودياتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يوم 12 و16 أكتوبر الجاري، ده في إطار الاستعداد لتصفيات مؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار. وبدأ الميران بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون اللي خاضوا مباريات في الدوري تدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب. المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني انتظم في معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء منتخب الأردن الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء أوزبكستان في المباراة الودية الثانية المقرر لها الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي اختارت الحكم الموريتاني دحام بيدا لإدارة مباراة الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، واللي هتتلعب يوم 20 أكتوبر في دار السلام بتنزانيا. لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي اختارت الثنائي المصري محمود عاشور ومحمود البنا لقيادة الفار أو كابينة الفار في مباراة مازيمبي الكونغولي مع الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي اللي هتتلعب يوم 21 أكتوبر، وكمان مباراة الوداد البيضاوي المغربي مع أنيمبا النيجيري في إياب ربع نهائي يوم 24 أكتوبر. مجلس إدارة نادي فاركو قرر تغيير الجهاز الفني والاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي برونو رومارو بعد ما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في أول ثلاث جولات بالمسابقة وحصد نقطة واحدة. الاتحاد المصري للرماية أعلن النتائج النهائية لمنافسات البطولة الإفريقية للرماية الـ16 اللي أقيمت بمدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 250 راميا والمؤهلة لأولمبياد باريس. ومصر سيطرت على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة وحصدت 38 ميدالية بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، وأصبحت في الصدارة بفرق كبير عن أقرب المنافسين. الاتحاد المصري لكرة اليد أعلن تعيين طارق محروس مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني شباب مواليد 2004 بشكل رسمي، وجاء القرار لما يمتلكه المدير الفني من خبرات مع هذه المرحلة العمرية. وكان محروس قاد منتخب مصر للشباب مواليد 1998 قبل كده، وأحرز معهم الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب عام 2019. رابطة اللاعبين المحترفين الاسكواش PSA أعلنت عن التصنيف العالمي الجديد للرجال خلال الأسبوع الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته على قمة التصنيف العالمي. رابطة اللاعبين المحترفين الاسكواش أعلنت التصنيف العالمي الجديد خلال الأسبوع الجاري، حيث واصلت البطلة المصرية نور الشربيني هيمنتها على قمة التصنيف العالمي. الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول تواجد على رأس التشكيل المثالي للجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي. جارث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا استبعد نجم ارسنال بوكايو ساكا من معسكر الفريق المقام حاليا بسبب الاصابه اللي ابعدته عن قمه مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، وده قبل مباراتي ايطاليا في التصفيات الاوروبيه المؤهله الى يورو 2024 ووديه استراليا. الاتحاد النمساوي لكره القدم اعلن غياب ديفيد الابا نجم ريال مدريد عن منتخب بلادي في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وده بعد ما غاب عن مباريات الملكي ضد جيرونا ونابولي وأوساسونا بعد إصابته في مباراة لاس بالماس.
وختاما جولتنا الرياضية هنطلع لفاصل وراجع لكم مرة تانية عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.